وفي سياق متصل، عاد الغاز الروسي للتدفق مرة أخرى إلى ألمانيا، لكن بطاقة استيعابية منخفضة هذه المرة، وذلك بعدما فتح خط أنابيب نورد ستريم 1 من جديد. الشريان المهم الذي يربط الغاز الروسي بالكتلة الأوروبية، شركة غاز بروم الروسية أعلنت عن هذه الخطوة رسميا، لكن بعدما خفضت صادراتها بنسبة 60%. ها هي اليوم تبلغ عن خطط لتوصيل حوالي 30% فقط من سعة خط الأنبوب الرئيسي الذي يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا. فعلى ما يبدو أن احتمالية الانفصال الكامل عن الغاز الروسي ليست واردة على الإطلاق، حسب ما قال المتحدث باسم نورد ستريم 1. إنهم في طور استئناف نقل الغاز عبر الخط، والذي قد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى حجم النقل اللازم. نورد ستريم 1 ينقل في الأصل حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا، أو حوالي 40% من إجمالي واردات خط الأنابيب من روسيا، غير أنه انخفض إلى حوالي 15% بسبب العقوبات المفروضة في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى رفع الأسعار وإجهاد الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة في أوروبا. سقف الإمدادات تراجع أيضا بسبب الدخول في مرحلة الصيانة السنوية، وهو ما علق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. دعونا نستمع لأبرز ما قاله. كندا تقول إنها ستعيد التوربينات، لكن في أي حالة ستتم إعادتها؟ سيتوقف نورد ستريم 1 ولن يكون كالسابق، لأن التوربينات تأتي من كندا. إنها حقا مسألة ذات أهمية كبيرة، وسنقوم بصنع هذه التوربينات داخل روسيا. أوروبا المستهدفة لم تقف صامتة أمام تهديدات بوتين بوقف إمدادات الغاز، واتهمته بابتزاز العالم بسلاح الطاقة بعد انخفاض واردات الغاز الروسي بمقارنة بالعام الماضي. روسيا تبتزنا وتستخدم الطاقة كسلاح، وبالتالي وفي كل الأحوال، سواء كان أمر قطع الغاز الروسي جزئيا أو رئيسيا، يجب أن تكون أوروبا جاهزة. الزيادة في إيرادات الطاقة الروسية في الأشهر الخمسة الماضية زادت بنحو 3 أضعاف عن ما تحققه عادة روسيا من عائدات تصدير الغاز إلى أوروبا على مدى فصل الشتاء بأكمله، حسب ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية. وهنا تحديدا، إذا استؤنف الإمداد من نورد ستريم 1 عند مستويات مخفضة، فستحتاج أوروبا إلى توفير 12 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل 120 ناقلة غاز طبيعي مسال لملء مستويات التخزين بحلول فصل الشتاء المقبل.